ظاهرة نعاني منها في كل مكان تقريباً، نشتكي منها في كل مجالسنا ونحن السبب في انتشارها. كيف لنا أن نشتكي من ظاهرة نحن نساهم في تنميتها؟ قبل أيام قليلة فارقنا العيد وشهر رمضان، وهو ما يعتبر موسم لهذه الظاهرة. التسول أو الشحدة، أو مهما اختلفنا على التسمية أو الأسلوب، فهناك ضحايا نساهم نحن في زيادة ألمهم، وهذا ما رصدناه. أطفال في الشوارع لا يجدون حلاً آخر غير التسول بحثاً عن رزقهم. هذا غير صحيح، وهذا ليس كلامنا بل كلامهم. طب أنت مع مين جاي يا محمد؟ مع أمك. مع أمك؟ أخوانك جايين معك؟ لحالك أنت وأمك؟ طب قديش كتاب بتبيع باليوم يا محمد؟ إيش؟ خمسة. أي صف أنت؟ صف أول. طب يا زلمة تيجي لحالك هون، ما يعني أنت وأمك ما بتخاف حدا يضربك؟ ما حدا بضربك؟ طيب طب هذول لمين بتبيعهم أنت؟ للناس. للناس؟ كل يوم تيجي هون؟ طب يا زلمة الدنيا برد عليك. عادي لو جكت لابس بوزة. طب يا زلمة ليش كلكم بتبيعوا دفاتر هون؟ ماما ابن عمي وكلهم بنات عمي. يعني انت بس تجمع مصاري وين بتروح فيهم؟ بجمعهم بعطيهم لماما. تعطيهم لماما؟ طب كل يعني هسه مثلا بتجمع مصاري بدغري بتروح توديهم لامك؟ اه. قديش مره بتروح بتودي لها مصاري باليوم؟ كل يوم. يعني هلا معك مصاري بدك تودي لها اياهم؟ ماما ربع. بس معك ربع؟ طب هاي قديش حقها يا زلمة؟ دينار. طب كيف معك ربع؟ ولا يعني أعطاك ربع وما أخذها؟ لا. طب ليش؟ بعرف شو هو ما بشتري بربع، بشتري بدينار. بس ما عندي أنا بعطوني ربع وبشتري خذ الكتاب. آه. خلص بضلني رايح. خلينا نستوروه. ليش؟ ليش يا زلمة؟ طب ليش هاي أختك؟ مش أختي. ولا؟ بعرفش مين. طب ليش بدهاش تتصور؟ طب شو بتبيع؟ طب أنت مع مين جاي؟ مع أمي. مع أمك؟ هلا. طيب خلص سلام. شو؟ مش راضي تخليني. طب ليش يا زلمة؟ مش راضي. هذا ما قاله الأطفال الذين حاولوا أن يخفوا ما يقومون به، ولكن الأهل يعتبرون أصحاب رأس المال، وهو هنا الأطفال. لا بدنا نعرف ليش بتصور أنت. لا أنا بصور لينكات لموضوع لبرنامج ملوش دخل. أهم شيء ما تطلعناش إحنا الهوجز خالد. لا الله يسعدك يا رب. طب هم كل يوم ببيعوا هون؟ لا مش كل يوم، كل خميس على جمعة أربعة زي هيك بس. طب يعني إنه عشان يساعد حاله بدراسة، يساعد حاله بإشي ولا؟ لا يساعدني أنا. هذا يكون أرامل شايفة. طب أنا آسف تدخل بس يعني. طب حاولتي انه مثلا تقدمي لمعونه لاشي؟ ل قدمنا لتنميه اجتماعيه بس الجهاز الصيني ما بقبله. طب يعني ما حاولتيش تلاقي طريقه ثانيه غير انه الاولاد الصغار يشتغلوا؟ دورنا كل الطرق على الفاضي. على الفاضي؟ طب ليش؟ هيك انا اللي بديل. يعني انا للامانه استغربت انه اولاد صغار بالشارع ودنيا يعني ما بتخافي هذا واحد مثلا يضربه واحد لا سمح الله؟ قدام عينينا مش شايف بعده شيء بعيد عنه يعني برضو بتخوف. شو بدنا نسوي مثل هذا الصعب؟ شو نعمل؟ حاولتي انت تشتغلي؟ شو اشتغلنا بالبيوت رانيا. طب هذا زي هيك قديش بيطلع باليوم يعني رانيا؟ طلع
كمان وخمس ليرات ست ليرات جيبي كاس قهوة حلوة خمس ست ليرات يعني حرام حرام وقفتوا هون ودنيا وهالبرد ما بنطول احنا ساعتين هسه بنقوم طب في ناس بدايكم من الشرطة من ناس من هم كم واحد لا صغار انا هسه انتبهت انهم كثار الاوام صغار ايه ها يعني ما شاء الله هاي في بنتين وولدين صح منهم من فر هاربا ومنهم من تحدث بتحفظ ولكن ماذا لو لم يجد هؤلاء الاطفال الذين يستغلون كسلعه من يعطيهم النقود التي تعتبر هنا تشجيعاً ليعود في يوم غد من جديد وهذا ما استطعنا رصده ومن المفارقات التي سجلت أيضاً ارتداء أصحاب سوابق لزي عمال وطن وممارسة التسول وحدات متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة في الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية التي تعامل كل شخص منهم بطريقة مختلفة في حال ثبوت أن الأطفال تم إجبارهم على التسول بيتم الاحتفاظ فيهم بمركز رعاية وتأهيل المتسولين اللي موقع في مادبة ويتبع وزارة الاجتماعية بموجب أمر قضائي يتم التحافظ عليهم للمدة الكافية لإجراء الدراسة الاجتماعية والتأكد أنه أهلهم أصبحوا مؤهلين ومهيئين للعناية فيهم وعدم استغلال طفولتهم وإذلالهم بموضوع التسول البالغين إذا ثبت أنهم بيقوموا بتسخير أي شخص آخر سواء كان طفل أو بالغ ليسخروه للتسول المادة 389 من قانون العقوبات جرمت هذا الفعل ويعاقب بالحبس حسب قرار المحكمة أما قسم مكافحة التسول في الأمن العام الذي وجد بالأصل لحماية كوادر وزارة التنمية في عملهم وسع عمله ليشمل نوعين من الجولات الحقيقة واجب قسم مكافحة التسول بيطلع حملات مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية لمكافحة التسول وبيطلع حملات منظمة من قبل قيادة إقليم العاصمة وبرنامج بيجي من مديرية الأمن العام لكل المراكز الأمنية الموجودة في ضمن اختصاص إقليم العاصمة خلال عام 2015 يعني كان في أرقام الحقيقة الواحد يعني إذا بده يحكيها بتحصر على مدى انتشار هذه الظاهرة تجاوز الرقم عندنا 2400 شخص من بداية العام لغاية الآن شهر رمضان تجاوز الاعداد عندنا اكثر من 520 شخص خلال فتره شهر رمضان كان في اعتداءات على محطات التنميه الاجتماعيه بشهر رمضان تحديدا لانه هذا بيعتبروه هو شهر يعني موسم لهم للاسف الشديد لكن الحمد لله يعني بفضل الشباب وجهودهم ومتابعتهم تم ضبط الاشخاص اللي قاموا بعمليات الاعتداء مصاعب عدة يواجهها كل من يعمل على مكافحة هذه الظاهرة بدءا من المقاومة وانتهاءا بالإيذاء شبابنا بالميدان بتعرضوا للتهديد من قبل المتسولين أحيانا بالسلاح الأبيض أحيانا بتم رجم سيارات التابعة لجان ضبط المتسولين بتم رجمها بالحجارة في شهر رمضان تعرضنا لثلاث حوادث تم تكسير فيها الحافلات الخاصة بمكافحة التسول وواحد من الحفلات تم تكسيره بالكامل في شبكات بتدير هاي العملية احنا لا نفكر انه هذا الطفل اللي موجود عند الإشارة الضوئية انه هذا هو جاي لحاله لا في شخص بالغ عاقل راشد هو اللي بدير هاي العملية هو اللي بقوم بتوزيع هؤلاء الأطفال هؤلاء الأولاد هؤلاء الأحداث على المواقع اللي ممكن انهم حاولوا يكسبوا منها او حاولوا يتسولوا منها يعني تم ضبط مجموعة من الأشخاص اللي بسخروا الأحداث وبجوهم لها للتسول تم إيداعهم على المراكز الأمنية يعني احنا صار عندنا معرفة كافية مين هم اللي بديروا هاي العملية خلينا نحكي عن العاصمة تحديدا وبنحاول بين فترة والثانية ان نضبطهم نودعهم باتجاه المراكز الأمنية من الظواهر اللي او من الصعوبات الاخرى اللي احنا بنواجهها يعني ولمسنا مدى حاجه وجود عندنا عنصر نسائي سواء من خلينا نحكي عن مندوب التنميه الاجتماعيه لانه هو لما تكون الحمله مشتركه يعني بكون فيها مندوب التنميه الاجتماعيه لمسنا مدى حاجه وجود عنصر نسائي
يكون صاحب صلاحية، يكون صاحب صلاحية بتوقيع على الضبط والضبط الشخص اللي بيقوم بعملية التسول. بعض الأشخاص المتسولين ماخذين عملية التسول يعني قيام بعمليات أخرى، ممكن يعني خلال عمل برضو كمان كرئيس مركز أمني كان يضبطوا بعض هالأشخاص بروجوا حبوب، بروجوا مخدرات، هم نفسهم يعني أنا الرقم مش مستحضرني حاليا، بس أثناء ضبطهم يعني وتدقيق قيودهم بالعشرات من بداية العام لغاية الآن هم أشخاص مطلوبين للمحاكم، مطلوبين لإدارة التنفيذ القضائي، عليهم قيود جرمية. أدوات وطرق مبتكرة وأساليب مختلفة والغاية واحدة، فأنت بمثابة الزبون لهؤلاء المتسولين الذين لن يوفروا شيئاً مقابل أخذ نقودك. حسنة قليلة تدفع بلاوي كثيرة، ولكن في مكانها الصحيح لا بيد شخص يمتهن التسول. أنا وأنت أي نحن هو المسؤول عن إيقاف هذه الظاهرة التي لم تترك مجالاً للشك بأنها سيئة وسلبية وتؤثر على مجتمعنا. إذا كان هدفنا بشكل عام كسب الأجر والثواب، لماذا نترك المجال لأشخاص باستغلالنا باسم الدين أو الإنسانية، خاصة بوجود جمعيات مختصة بجمع التبرعات ووضعها بيد من يستحق؟ عبدالله الكفوين، رؤيا